اليوم راح نعمل القراءة العاطفية لبرج الجدي لشهر يونيو. انت في طاقة كأنك مخلي كل شيء للقدر، وكأنك مستني شيء في العلاقة ان القدر يصلحه، وكأنك انت حاسس نفسك مش قادر تعمل اي شيء اتجاه العلاقة هاي. خلينا نشوف. انت شايف ان تفصل احتمال البعض منكم انه في بلوكات بيناتكم، واحتمال انت شايف الشخص ده روحاني وحساس جدا، واي كلمة بيزعل بيطلع من العلاقة. هو شخص عن جد حساس جدا ومشوش جدا. الشخص هذا يعني ما بيعرف ايش بده بالضبط، دائما متحير وحساس جدا وزعلان حاليا. انتوا شكلكم منفصلين زي ما حكيت لك، انت كأنك تركت الموضوع للقضاء والقدر، كأنك استسلمت. انت في وقت يعني استسلمت لهي العلاقة، استسلمت لربنا انه اللي فيه خير هو يقدمه، واذا لكم نصيب مثلا بعض بتاخدوا بعض. انت خلص مستسلم للقدر، للحظ، للنصيب، وانت وحظك. وانت شايف هذا الشخص منغلق، ابتعد، اغلق كل الوسائل بينك وبينه، تباعد نهائيا. وانت شايفه برضه روحاني زي ما حكيت لك، حساس جدا جدا هذا الشخص، وكأنه انت خيرته بين شيئين، بين امرين، والشخص هذا ما اعتقدش اختار، ما اعطاكش جواب، لان الشخص هذا زي مش عارف ياخد قرار اصلا، او هو شخص ما بيعرف ياخد قرارات نهائيا، بطول فعلا، هو بياخد وقت في التفكير، يعني وقت طويل جدا جدا، يعني بقعد يحسب، يضرب اسداس في اخماس لحتى يطلع قرار. وحتى لو طلع في قرار مش القرار اللي هو بيكونش راضي عنه، يعني برضه هو زي باخده انه خلاص اجباري اني اخد هذا القرار بس. وفكرة الشخص ده بيروحك على فكرة، لو حط لك بلوكيات يا برج عفوا يا برج الجدي، هذا الشخص بروك من البيت. ما تقوليش انه كوينتات انا ومحيت ومحا، وهو يعني بيقدر يعمل كوينت جديد، فيس جديد، اي شيء جديد ويربك من خلاله. فانت خلاص انت مستسلم، انت في حالة الصعود والهبوط، الصعود والهبوط، يعني شيء بتحس نفسك حماسي للشخص هذا، وشيء بتحس نفسك انه خلاص انت استسلمت، ويعني كأنه مش انتصرت، مش شايف فيها انه انت منتصر في هاي العلاقة، لكنك استسلمت للواقع. امرات انت بتكون نفسك تروح مثلا تحاكي، بتلاقيه حاطط لك بلوكات مش قادر توصله، وفجأة بتعود تتراجع، ترجع بتحكي خلاص خليها للقدر، يعني انت بين هيك وهيك. طيب خلينا ناخذ الكروت رومانس فيري سون، قريبا جدا. قد قرر بوضوح ما تريد حتى يأتي إليك الآن. في شيء إذا أنت مثلا تمنيت شيء داخلك راح يحصل، أو أنت إذا دعيت دعوة ادعي شيء، لأنه أنت شكلك الحظ معك، في شيء القدر معك، هو اللي بجنبك، مش اي شيء ولا اشخاص ولا ناس ولا شيء، القدر جنبك، ربنا هو جنبك. فهو بقول لك قرر انت ايش بدك، احنا رح نستجيب عليه قريبا جدا. فقرر ايش بدكم، سواء هذا الشخص شخص جديد، اي شيء. طيب يرسل مي challenge in your soulmate. هون بيقولوا لك نادي على السولميت تبعك. صلاتك والتأكيدات وتصوراتك تساعدك في جمعك مع السولميت تبعك. فهون بيقولوا لك نادي على السولميت، وهون بيقولوا لك انه قرر قريبا جدا. فانت في عجلة الحظ، يعني انت هلا بتقدر تدعي دعوة وتستجاب. في شيء حواليك
وكأن باب الحظ مفتوح لك، فأنت إيه ونادي على الصلميت رح يرجع. هو راجع أنا شايفه، بس يعني إذا أنت حابب إن هذا الشخص يرجع لحياتك، أو سواء أنت بدكش هذا الشخص، بدك صلميت تاني، رفيق روح تاني، وبدك تندهله، قرر أنت شو بدك، لأنه إنه أنت في عجلة الحظ، أنت المصير بيعمل فيك هيك، لأنه لازم أنت تاخد قرار صح. فانت حاسس نفسك بالمصير، انت نفسك شخص حاسس حالك بتمر بشيء قدري، بشيء قضاء وقدر، مؤمن في القضاء والقدر. فانت قرر، الحظ معك، عجلة الحظ كلها في ايدك. انت قرر شو بدك، سواء هذا الشخص سواء غيره، فانت قرر. اذا مش مرتاح مثلا مع هذا الشخص اتعبك، وبتقدر انت تتمنى من ربنا انه يبعث لك شخص يحترمك ويقدرك وتكون مبسوط معاه وتحبه ويحبك. يعني بتقدر انت هاي الامه تطلبها من ربنا. الحاح في الدعاء في له استجابه عجيبه اذا انت لحيت في دعائك. فدايما انتوا الحوا في دعائكم واطلبوا من ربنا كثير، حتى في الاستشفاء لما انتوا تحسوا نفسكم انتم موجوعين استشفوا في النداء لربنا، وحطوا ايديكم على قلبكم وقولوا يا رحيم، بس قولوا يا رحيم وربنا بيرحم قلبكم. طيب هون بيحكوا لك شكله انتم في بينكم طرف ثالث، فهون بيحكوا لكم اطفال النبلي والكريستال، احتمال انتم الاطفال ما يسموا في الكريستال. و انا يعني طبعا بصراحه يعني انا ما بامنش في هاي الاشياء، الاطفال الكريستال والنابلي والاشياء هاي، لكن انتو يعني يمكن انتو بتامنوا في كثير شغلات، فانا رح احكي لكم شو بحكي لكم الكارت بالضبط. لديك رابط مع الاطفال على وجه الخصوص، يمكنك مساعده الاطفال الذين يعانون من الحساسيه. يمكن انت طبعا بدنا نبعد عن انه نحكي انك انت شخص من ال هدول شو اسمهم الاطفال النبلي والكريستال والخرافات هاي، نحكي انك انت شخص يمكن مريت بمرحله طفوله خلتك تحس بالاطفال اللي يعني انت لما تشوف طفل حزين بتعرف عندك الحساسيه، يعني بتحس في هذا الشخص او بتحس عفوا في الطفل. ففي يمكن انت في منزلك طفل حساس، يمكن عنده ربو، عنده التوحد، عنده شيء ما، فبقول لك انت اثناء رعايتك لنفسك برضه راعي الطفل الحساس اللي عندك. في طفل عندك حساس او ميل اشي او مريض، يعني شوفوا انتو شو صح. انا قارئ التارت بس مش بكل شيء بآمن، يعني انا بحب الاشياء اللي تكون مع دلائل. فيمكن انا يعني اعذروني بالنسبه للي بيحكوا انه اطفال الكريستال والنجوم وكل هاي، انا بصراحه قرات فيها لكن ما عجبتنيش. طب خلينا نشوف هون. هون بيحكوا لك التفت من الذي تشبت اليه. انت في اشي متمسك فيه، ويمكن انت الدعاء اللي هم بيقولوا لك يعني قريبا جدا رح يستجاب، يمكن انت متشبت بشيء التفت فيه، التفت عليه، في شيء انت ماسك فيه. هلا طاقة الشخص هذا شكله فرحان وبمر في وقت فرح واصدقاء ولما حواليه، كمان في عندهم فرح بسبب يعني الرفع الحضر، يمكن عنده فرح اخ اخ اي شيء. الشخص اللي فاتح قلبه للحب، فاتح قلبه للحياة، وحابب انه يحس بالحب ويحس بالرومانسية، لكنه مش عارف حس طاقته كانت حزينة، يعني يمكن هو حزين لابتعادك عنه. هلا بنشوف شو بيطلع معنا، لأنه الشخص هذا فاتح قلبه للحب أو ممكن دخله بعلاقة غيركم.
احنا بننتظر شيء ما. الشخص ده بيراسل حدا على الانترنت كتير وبيقعد يتفرج من بعيد، يمكن عنده علاقات كتير على الانترنت. هذا الشخص بيقعد يتفرج على الرد، اذا الاشخاص ردوا عليه او لا، للبعض منكم طبعا مش كلكم. ولبعض منكم الشخص هذا ماسك مشاعره وخافي زعله، خافي زعله انه فقد الفرصه معاكم، وبحاول انه يلجا للفرح والمرح والاصدقاء واللمه لحتى يخفي لحتى يخفي الزعل. الشخص زعلان جدا جدا وفي طاقته ناحيتك زعلان، فانا بحس هاي انها ضبطك انت. الشخص هذا يمكن عرض عليك الصلح لكن انت رفضت وتحفظت في مشاعرك. بس ما تزبطوش مع بعض الفكره يعني. احتمال هذا الشخص بيعمل تواصل روحي معاكو على فكرة جدا. احتمال هو بيعملكو انه تتجهوا اليه، ولكنه بيعمل نفسه صامت ومش متحرك نهائيا. احتمال انتو تفكيركم شتت فيه لانه هو بيعملكو تواصل روحي عالي جدا، لان الشخص هذا متواصل جدا جدا لانه حساس، والناس الحساسين عمق الألم عندهم بيخليه يطلع طاقة توصلك بسرعة. فالشخص هذا يا إما بيعمل تواصل معكو، أو الشخص هذا متعمد إنه ما يبين مشاعره أمامك ولكنه يبين إنه فرحان ومبسوط. احتمال هذا الشخص صغير بالسن أو شخص غير ناضج بأفعاله، لأنه هو نوعا ما بيحبس مشاعره داخله، لكن بدون ما يدرك ليش هو بيحبس مشاعره. يعني هو مش مدرك انه ليش حبس مشاعره وليش هو بالطاقة هاي اصلا. لانه هون عندي نفس الشيء، حتى انت مش فاهم عليه، يعني مش فاهم انه ليش اغلق او ليش تباعد عنك وهو حزين. هو مش فاهم نفسه، فهو بحاول يعني بحاول انه يلهي نفسه في الحياة، في الانشغالات والأفراح والشغلات هاي كلها. احتمال انه بتواصل معكم، وعلى فكرة التواصل بينكم عالي جدا 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 الشخص هذا. والشخص هذا بمر بمراحل زي مراحل العروضات، هو يعرض على أشخاص الصداقة أو الأشخاص يعرضوا عليه، يعني كأنه مشغول بالسوشيال لحتى يخفي أوجاعه ويخفي الشيء اللي بداخله. طيب خلينا نشوف مشاعره من ناحيتك. هون عندنا برج الحمل، برج الحوت، برج الدلو. احتمال انه انت بتعمل حوت، دلو، وحمل. وعندنا هون ابراج التاور والسرطان شفنا وفقط، مش ابراج لكن الطاقات هوائية طاغية كتير على الكراء الهوائية، ترابية، مائية ونارية، موجودة كل الطاقات. وهو في طاقة مائية، هو حساس يعني، لا هو في الرومانسية والزعل الحساسية الزائدة. طيب هو شو مشاعره من ناحيتك؟ هو مشاعره النايت اوف سورد، بسبب هو حاسس انه انت طلعت من العلاقة هربت، يعني هربت بطريقة سيئة جدا. وتسحبت من العلاقة، وشكل انك انت تسحبت برضه. هو شايفك انه انت، هو حاسس من ناحيتك انك انت تبعدت عنه، وبرضه زي ما حكيت لك انت استسلمت للامر الواقع
وكأنه كل شيء عمله فيك حطيته بداخلك، بنفسيتك انت، بنفسك، وصمدت، وكأنك انت واجهته مرة واحدة وخرجت من العلاقة بكسرة قلب، ولكن صمدت على هاي الكسرة، وكأنك قعدت تدور في المجهول وعبس، ما لقيت شيء، يعني ما لقيت شيء انه تمسك على هذا الشخص. يعني حاولت انه تلف وتدور وتتواصل معي عشان تحصل على معلومات، لكنك انت ما قدرتش، انت ما قدرتش تجمع عن هذا الشخص معلومات. فهو شايفك انك انت بعد ما، يعني انه ما قدرت تعرف انه هذا الشخص هل هو في علاقة، هل هو تركك عشان شخص اخر، ما شايفك انك انت حاولت تجمع عنه معلومات، لكن انت زي ما طلعش في ايدك هذا الشيء، وطلعت خلص نهائيا من العلاقة والتزمت الصمت. وكمان شايفك انك انت متواصل بارع جدا جدا، وعندك روحانيات عالية جدا جدا، وهو حاسس بالتواصل وحاسس انه انت متمسك فيه، متمسك فيه جدا. ليش؟ لانه شايفك انك انت حاولت انك تستكشف عنه بعض، عفوا، بعض الاشياء وما قدرت تجمعها، فقررت انه حتى لو جمعت اوكي، بس مش الشيء اللي يدينه، ما قدرتش تدينه انت نهائيا. وشايفك انه انت خلص، يعني طلعت لميت اللي لميته، سواء كلام، سواء عتاب بيناتكو، اي شيء، وانسحبت وصمتت، اصبحت صامت. بس هو شايفك انك انت بطريقة عقلانية، يعني في شيء انت لفيت فيه ودورت او بعثت له مساجات عتاب، لكنها قاسية، يعني فيها نوع من الجلد، يعني نوع من تأنيب الضمير، يعني خليته يأنب ضميره وقعدت. في شيء انت عملته زي مش مقر، لكن زي حاولت تفوز عليه، حاولت تفوز عليه. برضو برج الدلو والحوت مشاركينا في القراءة، والحمل كمان. هو كيف بفكر فيك؟ هو شافك الكوين، بفكر فيك الكوين اوف وان، هو بده يصلحك هذا الشخص، بده يفكر فيه انه يصلح الموقف، لانه حاسس انه انت زي هربت بعد ما فوت فيك، يعني لميت اللي قدرت تلمه وهربت، يعني هربت انت زي بجميع جوارحك، بجميع تعبك، بجميع كل شيء، بدلائل، بكل شيء، وهربت. فهو بده يصلح الامر، يعيد احياء هاي العلاقه، سواء ان انتوا منفصلين من فتره طويله على فكره، للبعض منكم طبعا، وتنفع الانفصال جديد. فالشخص هذا قريبا جدا بده يصلحك، بس حدد انت شو بدك من هذا الشخص. وهو بينادى على السلميت تبع اللي هو انت، فعلا هو بينادى عليك، وهو ضغط على عقلك، عشان هيك انت بتحس نفسك انه مرة بتكون كويس او مرة لا، وبتحس نفسك مشتت. فالشخص هذا طبعا تنفع القراءة للعكس يا جماعة، عشان ما حدش يحكي لي العكسية، فهي قبل العكس. يعني اذا حسيت ان الكلام مش منطبق على برج جديد، منطبق عليك انت برج تاني، بس الكلام والطاقم منطبق عليك، فهو الك الكلام انت. واذا الجدي كل واحد يعني بيعرف مشكلته وقصته بالظبط. طب خلينا نشوف شو بدي اعبرك عليه. الشخص هذا بده يفكر بمية قصة معك، وهو شايفك انك انت جميل جدا وعاقل جدا، وبرج الدلو طلع معنا كمان مره يا جماعه. وكمان هو الشخص هذا بده خلص يقطع الافكار المشوشه من راسه، وبده يحس انه عقله
أصبح ثابت على حلم معين، على كاسة معينة، على حب معين. الشخص هذا مخه خلاط، فبده يريح هذا الخلاط ويكبس كبسة السفر إنه يوقف. وشو مطلع في الخلاط؟ طلع بيشربه. المهم إنه عقله يرتاح، هو شافك إنه فكر فيك كالكوين، كأنه يجيك على شخص إنه جميل ويجذبك، وخلص يقطع هاي اللعبة، الجيم اللي انتو بتلعبوه مع بعض، ويقطع كل الأفكار السيئة كلياتها. الشخص بده يجي يبرر لك، يحط لك ميك مبرر، بس المهم إنه عقله يرتاح لأنه هو مشدود لك بشكل مش طبيعي، ولأنه زي ما حكيت لك مخه قرب ينفجر من كتر ما بفكر فيك، ومن كتر ما بحبك ومنشد لك، ومن كتر ما إنه عقله مش ثابت إلا في حبك أنت، في التفكير أنت. خلص هو ثابت عقله فيك أنت. الشخص اللي بحاول إنه يطلع مع الأصدقاء ويمرح ويفرح وكل شيء، لكنه بحاول إنه يعني يطلعك من عقله، لكن مش قادر هذا الشخص إنه يطلعك من عقله، لأنه بحبك جدا 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 جدا، وأنا وياه كل خير من ناحيتك. برج اللبر اللي عفوا برج الجوزاء وبرج الثور، فهو الشخص اللي بفكر إنه يصلحك لأنه هو بده يريح عقله، لأنه عقله قرب إنه ينفجر. طيب هو كيف شايفك؟ وشايفك إنك أنت شخص حماسي وأسري وبتحب الأسرة والعائلة، شخص طموح جدا جدا، شخص بتحب تنظر للأمام، وشخص كمان جاهز دائما لأي شيء جديد. وأحكي لك كمان شايفك إيش؟ زي المحقق كونان، مكتشف رائق او كاشف بارع جدا جدا. وهو كمان شايفك انك انت لكن متريد وصامت، مش الصمت الصمت الهادئ، لا صامت لكنك متحرك. يعني كيف صامت؟ ما بتعني له في الكلام، لكنك متحرك في حياتك، بتكمل إنجازاتك، بتكمل أعمالك، بتكمل كل شيء. وشايفك إنك أنت مرح جدا، وأنت بتحب الاستقرار الأسري جدا جدا. واحتمال البعض منكم أنتوا تكونوا في زواج، أو الشخص هذا يكون في زواج، بس أنا أقترح إنه الشخص هذا يا أصغر منكم بس بسنة مش كتير، أو أنتوا اتنين في نفس العمر، في نفس العمر أنتوا. بس هو شايفك شجاع ومقدام جدا، و شايفك إنك أنت متمسك في رأيك، وأنت جاهز زي ما حكيت لك، أنت ريدي لكل شيء. شايف شخصيتك العشر فؤوس، يعني شخصية متكاملة جدا، مريحة فرحة مع أسرتك، عشان هيك هو بحاول يمرح زيك ويفرح، وبحاول يمكن هو يلفت نظرك على السوشيال إنه شخص محبوب وحبوب وكل الناس حواليه. كمان أنت بتراقبه من مواقع تانية، لو هو حط لك بلوك يمكن أنت بتراقبه من مواقع تانية، عندك إكوانتات تانية، وهو شايفك انت بتروح وهو بيروح، وهو شايفك انك مرح ومبسوط، وشخص بتحب تنبسط كل وقت بوقته، وانك انت بتخترع السعادة اختراع، لانك انت بتحب تكون سعيد ومتحمس لكل شيء، عندك حماسة لكل شيء. طيب هو شو نوايا من ناحيتك يا برج الجدي؟ هو نوايا الاستقرار، يعني بصراحة هو الشخص اللي بده يستقر معك، ونوايا استقرار جدي، وخطبته القادمة إنه يقدم لك كاس الحب كله ويعترف بمشاعر هذا الشخص. بس أنا حاسة إنه بده يصلحك، مش يعترف بمشاعره، هو اعترف لك وخلاص، أو لف ودور، لكن أنت عارف إنه بحبك،
لكن الشخص هذا حاسس انه في تاتش صار بينكم مش صحيح، او دخل حدا بينكم وقع بينكم وطلع، لهيك هو بده يعيد كل شيء وبده اياكم تتحاسبوا، لكن بطريقه كوين، بطريقه مهذبه، بطريقه جميله جدا، بطريقه راقيه، مش بطريقه الحساب اللي هو بكون شجار، لا هو بطريقه بده انه يكسبك كمان مره لصفه او لقلبه، او يكسب قلبك عفوا، لانه هو برضه يمكن احساسه انه في حدا عرض عليه الحب ودخل بيناتك وعمل شبكة كبيرة وطلع وهرب من العلاقة، وانت حاولت تستكشف الشخص اللي بتستكشف عنه وما قدرت، اللي استكشفته واللي جمعته ما اثبتوش او ما دانوش هذا الشخص كفاية، ما كانتش ادانة يعني كفاية انك تدين هذا الشخص، فهو ناوي انه نايف اوف بنتيكل و بداية جديدة، الشخص اللي يتفق معك كفاية. الشخص هذا بده يصلح قلبك، قلبك المكسور، وندمان عليك جدا ان الشخص زي ما شفته زعلان، زعلان جدا، هو متباعد لانه زعلان وحساس جدا ومشوش. الشخص هذا نواياه خير، يعني نواياه صدقا، الشخص هذا تعبان صدقا، تعبان جدا جدا جدا، ونوياه كل خير، يصلح لك قلبك المكسور اللي كسره. والشخص هذا اذا كان في طرف دخل بينك وتالت، فالشخص هذا بده يلغي هذا الطرف، بده يصلح قلبك المكسور ويطلع الطرف التالت هذا، والشخص هذا بده بداية جديدة معاك، وتعملوا اتفاق على بداية جديدة، يمكن انتوا تكونوا في العمل مع بعض، ويمكن يعطيك فرصة عمل جديدة معاه، او انه اذا الشخص تبعد عن العمل وعن كل شيء، عن الساحة حواليه، فالشخص هذا راجع وبده يرجع للعمل من اول وجديد، وكمان الشخص بده يتفق معاك علش انه خلص تكملوا مع بعض. خليني اشوف بقى هل في طرف تالت في حياة هذا الشخص بقول الجد. لا هو لحاله يعني مش شايف معي حدا، مستقر لحاله، يمكن يظهر لك عشان يغيظك، بس الشخص هذا بحبك جدا، يعني اكتر من هيك مش راح احكي لك، بحبك جدا، جاي يصلح لك قلبك بس، فقريبا جدا الشخص هذا جاي، بس انت نادي على السلمي تبعك عشان يجي الشخص الصح. إذا كان هذا السلمي تبعك فانده عليه، انت عارف هذا الشخص، انده عليه لأنه هو جاي، هو جاي يعني اطمن هو جاي، لكن خليني أشوف لكم السلام. هون بيحكوا لك ان السلام ياتي من ان نتذكر الحب هو حقيقي، فانت اطلع من طاقه النيو فورشن، انت في عشره الحظ على فكره، انت محظوظ، يمكن الحظ لعب دور معاك ودخلت مشروع جديد، حسيت نفسك انك اتقدمت في حياتك، فلكنك من داخلك مكسور وحس ان الحب هو شيء كاذب، فبقول لك انه السلام الداخلي، اذا انت بدك سلام داخلي تأكد اول اشي صدق انه في حب. طيب اشوف نصيحة لك يا وجه جد، شو تعمل قبل ما النصيحة، شو تعمل، شو مشاعرك انت من ناحية هذا الشخص، العشرة مكبوت، انت بتحبه كمان، وانت حس النصيب، وانت حاسس انه نفسك يكون خلاص تكمل حياتك معاه، والشخص بحبك، انتوا اتنين بتحبوا بعض، وخليني اشوف شو النصيحة الك. انت قلقان، شايف انت قلقان،
لين جدا، وانت مكذب الحب ومكذب مع انك بتحبه، لكن انت مكذب الحب ومكذب كل شيء، وكأنك انت ندمان انك دخلت هذا الشخص لحياتك، وكأنك اكتشفت عليه كتير اشياء بتفكر فيها بطريقة يعني خلتك شخص مش قادر تفكر او تجمع بشيء غير هذا الشخص، انه ليش عمل فيك هيك، ليش غدرك، ليش خانك، ليش غشك، اي شيء. تقريبا انت ما بتنام في الليل نهائيا، حتى لو نمت يعني نومك مشوش بكون. فاخرج من هاي الطاقة وادري انت ايش بدك، ونادي على الصورميت تبعك، والشخص هذا منيح. انا شايف نواياه شيء نهائيا، يعني انه مش منيح. انصحكم لا تقربوش، لا قربوا وافتحوا قلبكم للشخص هذا، وحضروا نفسكم الشخص هذا قريبا راجع، قريبا جدا كمان شخصية متجهة إليكم، يكون برضه طاقته متجهة إليك، فاتح قلبه لك للحب، لأنه طلعنا هون برضه three of cups. نفس الشيء الشخص هذا حبك أنت وبيفكر إنه يصالحك، احتمال يكون هو مع أصدقائه بفرح بمرح، لكنه برضه تفكيره إنه أو الشخص هذا شاعر إنه بحبك بزيادة وبده إياك تكون صديق وحبيب. فقراءة موفقة.